هل لك سر عند الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي لغات، أهلا بحضراتكم مستر محمد سعيد معاكم فيزيكس تيتشر. إن شاء الله هنحل مع بعض في الفيديو ده المعاصر كويشن بانك اكزامز اكزام نمبر 1. هنحله طبعا على تو بارتس، على حلقتين، يعني هناخد أول جزء وبعد كده تاني جزء إن شاء الله. بفكرك بس ما ننساش قبل ما نبدا الحل، ما ننساش نعمل سبسكرايب ونعمل تفعيل زر الجرس عشان يوصلك النوتيفيكيشن للفيديو اللي جاي ان شاء الله، ويا ريت لو تدعمنا بلايك وشير للفيديو من باب نشر العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. question number 1 بولي، the common feature of laser and x-ray photons is that they a common feature، يعني الحاجة المشتركة بين الاكس راي، طبعا الليزر ده لايت ما فيهوش مشكلة، والاكس راي ده يعني الاثنين الكترو ماجنتيك ويفز، وبناء عليه ار كوهيرنت. لا طبعا مش شرط يكون الاكس رايز كوهيرنت. مونوكروماتيك، طبعا دي خاص الخاصيتين دول، ذيس تو بروبرتيز يعني مرتبطة بالليزر اكتر، يعني هاف ذا سيم سبيد ان سبيس. ايوه نقول له الاثنين ليهم نفس السبيد ان سبيس. كويشن نمبر 2، ان اي سي سيركت كونسيست اوف ان اي سي سورس، a capacitor and ohmic resistor and an inductor of zero ohmic resistance. All are connected in series. If the current A in the opposite graph represents the voltage of the source, then which of the curves A, B, C, E, D, C or B represents the current of the circuit when it is in a state of resonance. طيب تعال نشوف كده السؤال ده بيقول ايه. طبعا لما نبص هنا في الجراف اللي قدامنا، هو قال لي معلومه ان دي طبعا ار ال سي سيركت، تمام، ار ال سي سيركت، وطالما ار ال سي سيركت وكمان قال لي معلومه ان كيز اوف ريزونانس، في حاله كيز اوف ريزونانس يبقى هو طالب ويتش جراف ريبريزنتس ذا كارنت. احنا قلنا طالما كيز اوف ريزونانس يعني ال والسي they cancel each other، كانها سيركت فيها ار بس ريزيستنس بس، فيبقى طبعا الكرنت هنا ان فيس وذ فولتج، يبقى هناخد طبعا فولتج، وقال لي ايه ده فولتج، يبقى اللي ماشي معايا هو ده الكرنت، يبقى دي، يبقى نختار ايه دي طبعا، تمام، لان هي كيس اوف ريزونانس. اما لو يعني افترضنا ان هي مش كيس اوف ريزونانس وان الاكس ال جريتر ذان الاكس سي او الاكس سي جريتر ذان اكس ال، ففرضا ان ده فولتج اللي هيبقى سابق هنا، يعني ده الفولتج اللي هيبقى الكرنت، لو هو لو الكرنت سابق يبقى ده ايه؟ اكسلنت، يبقى ده اكس اكس سي، وهنا يبقى اكس ال، يعني تبقى سي او بي لو افترض ان هي مش كيس اوف ريزنس. طبعا طالما كيس اوف ريزنس يبقى الكرنت اللي هو الجرين جراف والبلاك جراف ده الاثنين ان ذا سيم فيس. نيكست كويشن نمبر 3، only if the switch K is opened in the opposite electric circuit، يبقى switch K is opened، then which of the following readings of the voltmeters V1 and V2 are correct، يعني لو السويتش ده opened يبقى دي كده اتلغت، يبقى الجزء ده اتلغى، يبقى هنا بوينت A مثلا هي نفس البوينت دي صح، وهنا بوينت B هتبقى نفس البوينت دي، يبقى V1 equals V2 مبدئيا يعني. طيب هل هتبقى 0؟ لا، هتبقى V1 equals VB minus IR. طبعا الـ I هنا بـ 0 يبقى VB equal V1 والـ V2 الاثنين بيساوي VB، يبقى نختار دي. مفهومة؟ لأن الجزء ده خلاص اتلغى، يبقى خلاص يبقى كأن الفولتميتر ده متوصل بنفس توصيلة الفولتميتر V1 يعني. يعني كأن موصله كده يعني. أهو الفولتميتر كأن عامله كده أهو. هو يبقى V1 و V2 الاثنين بيساوي VB. نمبر 4، the rate of a change of electric current through a coil of self inductance 0.25 هنري، يبقى ده L، which is required to generate an induced electromotive force of 10 volt، مدينا ال V، فهو عايز بقى the rate of a change. طب احنا عارفين ان الرول بتاعنا EMV self induction طبعا ايكوال زي الرول بتاعنا نكتف ال دلتا اي اوفر دلتا تي، هو عايز دلتا اي على دلتا تي على بعض، يعني عايز الجزء ده كله، يبقى دلتا اي اوفر دلتا تي اللي هو ريت اوف تشينج اوف الكتر كارنت ايكوالز ام اف اوفر ال، ام اف اللي هو 10 اوفر ال اللي هو كام 0.25، وبالكالكليتر ونطلعها
هتطلع 40 امبير بير سكند. نيكست كويستشن، كويستشن نمبر 5. The opposite figure shows two very long parallel wires A and B that are carrying electric currents. So if the magnetic flux density due to the current in wire A at point X A equals B, يبقى B عن ال يبقى دي كأنها neutral point يعني. Sorry equals B يعني قيمتها هنا B دي من واير A يعني ال B اللي جاي من A هنا equals B تمام عند point X. Then the net magnetic flux density at point X equals A. أول حاجة نجيب ال B دي عبارة عن إيه؟ B equals A. طبعا الرول عندي في الواير ميو اي اوفر 2 باي دي هنا بكام بقى؟ دي اللي هي كل دي 2 دي يبقى 2 دي تايمز 2 دي. يعني وي كان ممكن نستنتج من دي ان ميو لو لقيت قدامي ميو اي اوفر 2 باي دي ايكوالز 2 بي 2 باي دي equals اهي 2 دي تروح كروس مالتيبليكيشن تبقى 2 بي يعني ممكن نشيل بي ميو اي اوفر 2 باي دي ونحط مكانها ايه 2 بي. طيب نيجي بقى عند بوينت اكس هو عايز النت. النت يعني بي توتال. بي توتال ايكوالز ايه؟ بي اكس اللي هي بي اصلا تمام بلس بي واي. بي واي عباره عن ايه؟ ميو ان اي بس هنا خد بالك في 2 اي بقى ميو يبقى في 2 فوق اهي 2 ميو اي over 2 by d sorry 2 by d 2 by d احنا لسه قايلين 2 by d equals ايه 2 b يعني شيل الجزء ده ونحط مكانه 2 b 2 times 2 ب 4 يبقى b plus 4 b يبقى equals A equals 5P يبقى 5P نختار C. Next question. 6 بيقول لي the linear momentum of a photon of frequency 1.5 times 10 to the power 13 hertz ده الـ frequency equals A هو عايز المومنتم. طيب المومنتم equals A المومنتم equals B equals h over نيو سوري h over لامدا واللامدا ايكوالز ايه مش احنا عندنا c ايكوالز f لامدا يبقى لامدا ايكوالز c over نيو يبقى نشيل لامدا نحط مكانها c divided نيو فوق يبقى h نيو over c substitute بقى عندي بالكالكوليتر ال h fraction ال h عندي 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل times النيو اللي هو 1.5 times 10 to the power 13 over c اللي هي 3 times 10 to the power 8 equals اديني 3.31 اللي هي 3.3 times 10 to the power negative 29 اللي هي اول اختيار. Next question 7 بيقول لي if the concentration of each of the holes اللي هو B and free electrons اللي هو N in a pure semiconductor يبقى ده NI يبقى هو مديك NI خلاص. And when atoms of certain element are added to the crystal the concentration of free electrons gets increased يبقى الفري electrons زاد يبقى ده بقى لوحة ايه excellent بقى N type يبقى يا إما A يا إما B تو كذا يبقى ده ال N الجديدة خد ده اللي بيقول لي increase to مش increased by لو كان قال لي increased by كنا نعمل يعني n plus الرقم ده لكن ده كده n. طب هو عايز then هو عايز بعد كده ايه the crystal type خلاص قلنا عايز the concentration of holes in the crystal احنا عندنا rule n i square دي البيور يعني equals n الجديدة n b n times b احنا عايزين b بقى substitute ال n i الاولانية الجزء الاولاني اللي هو الرقم ده 3 times 10 to the power نعمل طبعا براكت كده 3 times 10 to the power 9
all power 2 ما ننساش السكوير equals ال n اللي هو 4.5 multiply 10 to the power 11 times b اللي احنا عايزينها اللي هي الهولز. وبالكالكليتر 3 times 10 to the power 9 all power 2 over 4.5 times 10 to the power 11 equals هتبقى 2 times 10 to the power 7 اللي هي اول واحدة اول اختيار. تمام. next question 8 بولي the opposite graph represents the change in the intensity of the electric current that passes through an inductor versus time يعني I مع time. So which of the following graphs represents the change of the induced electromotive force between the two terminals of the coil versus time. طيب مبدئيا كده هنا ال I increases gradually يعني uniformly بانتظام. يبقى ايه مثل هتولد تبقى قيمة منتظمة يعني دي كده لا تمام ودي لا ودي لا يبقى هي اكيد دي. طب ليه هنا في النيجاتيف؟ لان هنا اي ام اف فيها نيجاتيف ساين. اي ام اف ايكوالز نيجاتيف ان او نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي فدي اكوردنج تو لينزس رول. فالاي ام اف هتكون يعني لو الاي انكريزس يبقى الاي ام اف هتبقى بالنيجاتيف لو ديكريزس هتبقى بالبوزيتيف. انكريز معناها ان احنا بنقول عليها ايه دي بنسميها اللي هي طبعا دي فورورد ودي باكورد يبقى دي اسمها باكورد يعني بالنيجاتيف. فنختار طبعا دي بالنظره على طول لان هنا اي بتزيد بانتظام فاي منفع تبقى قيمه فاليو ليها قيمه ثابته يعني كونستنت فاليو. next question 9 the opposite figure shows a part of an electric circuit so the ratio between the total resistance of the connected set of resistors between the two points x and y before closing switch k and after its closing اللي هي r1 dash over r2 dash عايز before closing يبقى اول حاجه before closing. طيب وهنا البرانش اللي فوق كام 10 وتحت 15 يبقى r dash 10 times 15 over 10 plus 15 يبقى نعمل كده fraction طبعا البرانش فوق 10 times 15 over 10 plus 15 equal 6 يبقى في الحاله الاولانيه هنا equals ايه 6. طيب نيجي بقى after closing the switch لما نقفل السويتش هيبقى البرانش ده كام 4 times 12 over 4 plus 12 4 times 12 over 4 plus 12 يديني كام 3 يبقى البرانش ده 3 بلس عشان دول هبقى سيريز بقى مع بعض 3 times 6 over 3 plus 6 يطلع لي 2 يبقى 3 plus 2 يديني كام 5 يبقى 6 divided 5 اللي هو اول اختيار. next question 10 بيقول لي in the opposite circuit electric circuit when a current of frequency f passes xl equals r and the impedance of the circuit equals z1 so if the frequency of the current gets increased to 2f and the impedance of the circuit becomes z2 عايز بقى ريشيو z1 over z2. طيب نيجي في الحاله الاولانيه الفريكوانسي كانت عباره عن ايه f يبقى هنا xl equals 2 by fl كل ده equals a r z1 equals a عارفين z1 equals square root المفروض r square plus xl square ف xl equals r يبقى r square plus r square يعني 2 r square او 2 xl square over z2 المفروض equals z2 2 by 2 fl يعني المفروض 2 times 2 by fl يعني 2 xl يعني 2 r يعني z2 equals a سوري ده xl2 xl2 في الحالة التانية يبقى 2r. طب لما نعمل بقى z2 equals a r square plus 2r all power 2 يعني 4r square كمان يعني 4
ار سكوير. يبقى روت 5 ار سكوير، ار سكوير تطلع يعني كنسل مع ار سكوير تحت، يبقى روت 2 اوفر روت 5. روت 2 اوفر روت 5 اللي هو سي. نيكست كويستشن 11. The opposite diagram represents the relation between the density of the magnetic flux P that is generated at several points due to the flow electric currents in two very long straight wires X and Y, each one at a time, and the reciprocal of the vertical distance 1 over D of each point from the wire. So the ratio between the intensities of the currents passing through the two wires Ix over Iy. طيب سلوب هنا ايكوالز ايه؟ سلوب هنا ايكوالز ده بي واير، يعني بي ايكوالز ميو اي اوفر 2 باي دي. فاحنا ممكن نعمل بي اكس اوفر بي واي، هيبقى بي اكس ديفايدد بي واي، يبقى تايمز ميو دي طبعا اي اكس ميو اي واي اوفر 2 باي دي للواي. طبعا ميو كانسل مع ميو، 2 باي كانسل مع 2 باي. بي اكس بكام؟ ممكن نحط بوينت كده، بي اكس 3 تايمز 10 تو باور 6 نيجاتيف 6 سوري 3 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 6 اوفر 1 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 6 ايكوالز اي اكس ملتبلاي. خد بالك بقى اوفر دي اكس اللي هو كام؟ خد بالك بقى دي 1 اوفر دي، يعني لما احب اجيب الدي اكس نفسها تبقى 1 اوفر 1 سوري 1 اوفر 0.75 ايكوالز كام؟ 1.33. يعني حط الدي تحت هنا دي اكس 1.33 ملتبلاي الدي واي نفس الكلام هتبقى فوق 1.33 over i y. طبعا دول كانسل مع بعض يبقى i x over i y equals 3 طبعا 10 to the power 6 يبقى 3 over 1 يبقى 3 over 1. next question 12. in college tube if the potential difference between the filament and the target is 30 kilovolt يبقى ده v. Then the shortest wavelength of the emitted X-rays is عندنا رول طبعا EV وعايز الwavelength يبقى HC over lambda. HC over lambda M اللي احنا ايه lambda minimum يعني. Then substitute الE عندنا بكام؟ طبعا هو مديني الconstant 1.6 times 10 to the power negative نيجاتيف 19 تايمز ال V اللي هو 30,000 الفا ايكوال نعمل فراكشن اتش اللي هي 6.625 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 34 تايمز 3 تايمز 10 تو ذا باور 8 اوفر لامدا ام اللي هي عايزينها اللي هي الفا اكس شيفت سولف ايكوال. الكالكوليتور بتاخد وقت شويه على ما بتطلع الفاليو. هحاول اعملها على الفون اسرع. وطبعا انت في الاكزام لما لو الريزلت تاخد وقت كده يعني فكر في السؤال اللي بعده عشان ما تضيعش وقت، بس يعني بص على السؤال اللي بعده لغايه لما الريزلت يطلع. هي طلعت 4.14 اللي هي تايمز 10 تو باور نيجاتيف 11 اللي هي بي، يعني قصدي يعني لو قلتها طولت او حاجه يعني بص على السؤال اللي بعده بس ما تنساش السؤال. يعني في ناس
او استنى يعني ما فيش مشكله. نيكست كويستشن 13 بيقول لي ليزر راي اوف ويف لينث لامدا از يوزد ان هولوجرافي. If the phase difference between the reflected rays from the body is 4 pi, the phase difference, ناخد بالنا ده phase difference. So the best difference between them is كام؟ احنا عندنا الرول طبعا phase difference equals الرول اللي قلنا ال phase difference difference equals 2 by